السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم وعليكم صل السلام. وسلم على سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات والتسليم. الحمد لله والشكر لله. يوم سعيد، يوم تاريخي. الشعب السوداني فرحان، الشعب السوداني مبسوط، الشعب السوداني سعيد. بداية الانتصار ده بداية الانتصار. الحمد لله وشكر لله، عشان الناس تعرف انه الناس ديل ما عندهم حاجه. الناس ديل ما في اخر من بحري. الناس ديل دخلوا سيره، جيشنا دخل بحري سيره سيره. دق 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 يعرضوا يعرضوا، اقسم بالله العظيم عرضه سيره عديل دخلوها بكل الكباري. كان بين النيل الازرق ولا بين النيل الابيض ولا بين النيل كل الكباري ما تسمع كلام ينجويد وبقال، ونحن حنصور لكم ونحن يا حليل زمن الطلس، يا حليل زمن الطلس، يا حليل زمن الكذب، يا حليل زمن الايام دي انتهت يا بقال. ما في مقاومه، مقاومه ما في. الفزع الوحيد جاون 20 عربيه وقاموا جارين عردوا 20 عربية فقط، 20 عربية. والله العظيم سيرة، والله ما ناقصها إلا شفت العريس والجرتك والهناي والناس تعرض. ما في شيء. تدوس بنص الآن من كرري تطلع في الكدر، دوسة واحدة في الكدر، لا لف دوران ولا طلس ولا ولا ولا. وجنجويد النصفة الفاتحة، الله لا عادكم ولا عاد أهلكم، بعرفكم نار جهنم وبئس المصير خالدين فيها أبدا. القصة ما صعبة، والجيش قادر، والليلة بيسطر فصل من فصول القصة والرواية التاريخية اللي اسمها جيش السودان. الليلة قصة بيكتبوا فيها الجنود. شفتوا لكم جندي زعلان؟ شفتوا لكم فدائي زعلان؟ شفتوا لكم ضابط واقف زعلان؟ شفتوا الناس دي قاعده كيف؟ فرحانه كيف؟ مبسوطه كيف؟ القصه خلصت. قله الادب خلصت خلاص. الروس استهوت، ساوينا لكم الروس المربعه كلها الليله. كلهم قدوا شرق النيل، ما تقعد في شرق النيل. ما بنخليك اسمع كلامي، ما تجي في شرق النيل. ما بجاينك والله. شرق النيل هناك من كل اتجاه، ما انت مش ساي تجير تقول الله الدهر راجل، ما تجير والله. كافور جاينك، شرق النيل جاينك، الجريف جاينك، الجن الاحمر جاينك. ما خلاص ده القرار. الان فتح شهيه، بسم الله الرحمن الرحيم، القصه خلصانه. ما انتوا القوه الممكن تهزم جيش، ولا انتوا القوه الممكن تسلط كما. شوف الكلام ده احنا عارفينه، احنا عارفين اي حاجه. شفت التفاصيل؟ التفاصيل لما نجي نطمنك نقول لك ابشر وقربت. ما انا اقول لك سايل، انا عارفين، عارفين بيحضروا ولا شنو، وعارفين وواثقين في جيشنا. الكلام ده قلت لك، قلت لك قربت، طلعت حكيت لك، لكن مستحيل اقول لك 200 ولا بتبدا ولا كده ولا ولا ولا. ما في، احنا عارفين التفاصيل التفاصيل، لكن ما بنطلع نقول لك. ليه؟ حفاظا على جنودنا، حفاظا على، لانه احنا عارفين الناس ديل يا هم بالخديع. طلع الساعه 3 ولا 2 شمال خبر ادالي من واحد من الناس في ام درمان العاطل الهناية العميل خال الخيابه، طلع كتب لهم خلوا نومكم خفيف، خلوا والله خفيف ثقيل، بلوهم ناموا ما ناموا بلوهم، شخروا ما شخ بلوهم. انزل انت ابقى راجل يا ابن الحرام، انزل السودان يا ابن الحرام، انزل السودان، خلوا نومكم خفيف. كيف نوم خفيف؟ كيف يعني اعملوا شنو؟ انت ما تنزل ساعدوا، انزلوا انتوا ما تقعدوا، انزلوا لهم ساعدوا ناس كونديل. خلاص ناس كونديل الان في خراج الروح، خلاص القصة خلصت. ما في حاجة عشان الناس تقعد. جنجويد ده عاش صدفة،
والليلة الناس دي دخلوا بحري قلت لك سيرة، ما في زول لسه عارف بحري دي دخلوها بي وين. وقسما بالله العظيم شفت تحت الكوبري الفتحة اتصلحت، انت عارف اتصلحت اتصلحت، انت عارف الناس دي ما دخلوا بالكوبري، ما دخلوا، دخلوا احتمال يا دوب يكونوا نزلوا بالكوبري، احتمال بعد ما انتهوا من المواضيع حتى نجيش نزل من الكوبري. الشغل ده قام من جوه، قام كده من جوه، قام الناس اللي لقطوه من جوه جاريين مشوا ملابسهم قلعوها، كدمولاتهم رموها، لانه الكدمول معناته ده جنجويدي رمى في الواطه وقام جاري. الجيش دخل كده ذكرنا كده ثلاثه كباري دغري دخل قال لك ان احنا طبيق ولا بطليق ده، ان احنا مسيطرين الكباري وصدينا. هي صدت من هنا صدت، احنا لو كنا بننشر الفيديوهات من اول من بدري الجيش قاعد في السوق العربي وامنه، فنادق كلها استلمها، عمارات كلها بنوك استلمها، احنا ما قعدنا ننشر. لكن انتوا لما تقعدوا تكذبوا وترفعوا معنويات جنودكم هناك، احنا لازم جنودكم يفهموا انه الان انتوا دنيا زايد، الجنجويد في كل مكان، جنجويدكم في بحر صيجوا وفيه الناس متفقين معانا بيشيلوا الشريحه وبيقبضوا ثمنهم وبعدين بدون العفو ويمشي واحد بيسلمنا 200 300. قال لي مشي في الرياض باعوكم ضباط معاكم، باعوكم عديل وقبضوا الثمن. الناس تكون عارفه عشان ما يغشوك تقعد تحرس ويقول لك لسه ولا يجينا لنا زول ولا يجينا لنا رجال. الان جيشنا عبر النفق وعبر السوق العربي وامن، ولسه المفاجاه جايه، قسما بالله المفاجاه جايه لسه. وده كله كلام، خلي الكلام ده الجاي قوم 3 4 ساعات بيشوف، خلي الكلام بتاع جينا ده كله لسه انت ما شفته. حيدنا الكوبري بهناك بتاع المقتمر حقنا ملك حر، بدينا نحن بنات تشاد ولا النيجر حقنا، شفته ده ولا حاجة. جاي قدام هتشوف قدام، هاي ما تقعد تفرح واحنا عشان ما يطلصوا عليكم يا جنجويد اللغاليم. الناس اللي قاعدين هناك عندك حاجة أجر، والله قيامة قايمة، ناس كنت جوا كلهم هذيل والله بالدفارات يلقطوا فيهم زي الطير، شفت الطير زي الطير، قاموا جارين عديد عردوا، تعرف عرد وناس مدرون والله زغاريس هاي ماشيين سيرة، عريس ماشي يدخل على عروس سيرة، دفارات وزغاريت وكورات تكساس و بتمش وين القطينة تمش جاينك جاينك والله محل ما تمش جاينك، ما عندك حاجة إلا ترفع يدينك وتسلم. لكن تقول ما في، أنت مبيوع الآن، البيعة تمت، البيعة تامة بنسبة اليوم 100%، البيعة تامة من بدري. أنا بكلمك ليه بقول لك عشان ما تمش تدور وتقول بايعينكم ناسكم ذاتهم قابضين فيكم، وأي واحد عنده مدينه أنه حيطلع وحيسافر ويدو حقه حيبيع له 200 300 بيغايدهم، كل مجموعة واحد بيبيع المجموعة الثانية، الآن شغالين فيكم بيع، والله مبيوعين رسمي شعبي وقاضين تمنكم، شريحة بخطها لك في عربيتك، شفت عربيتك دي محل ما تطير، بنلاقيك زي ما خدتوها للبيشي في العربية وخلوه طلع ولاقوه في الحتة الصح، انت حيلاقوك في الحتة الصح. الموقف اللي جمعتوا ناسكم من الخرطوم ومشيتوا بهم في الحصحيصة، كيف الطيران جاكم في فجأة كده، مبيوعين وقاضين تمنكم، قابضين تمنكم كاش، قابضين نكاش غايد، واي زول ضابط داير يستسلم يجيب علينا شلة بتاع الصعاليك، حباب والف احسن لك تطلع بينا. شفنا ناسنا قاعدين جوا السوق العربي، قال لنا زمانك وعدنا، سعدت وعدنا، قال لنا ان شاء الله انا بطلع لكم من العربي، الليله طلع لنا من العربي، قال دي المكان اللي وعدتكم فيه انا بطلع فيها. شفنا لنا سمعنا لنا، انتم ما شفتوا الفيديوهين اللي نزلوه، سمحت لكم صوت بتاع سمحت لكم، ما في اي ليه، ما الناس دي عرضت، الناس دي قامت جاريه، الناس دي شتتت، ما في زول سمع في عربي، ما في
ناس النفخ في زول يا شخايف بهنا ما في. وين الجنجويد؟ جنجويد ما في، جنجويد ما في، القاعد فيهم ما عنده قلب صيج. جنجويد ما في، لا في ميديا حيقعد ولا في بلد حيقعد ولا في اي مكان حيقعد. القصة خلصت، القصة خلصت وخلصت الحدود. الناس اللي في بحري كلهم الرمى المستشفى اللي كانوا قاعدين فيها قدامك سابوها وقاموا جارين، تعرضوا عديد. نكذب نجي نقول لك والله في مقاومة، لقيتنا مقاومة، والله جيشنا هداك مبسوط ماشي خلاص. بيوت قاموا جارين، الواحد يطلع من البيت مخلوع، قوم قوم الحق جو جو جك، يقوم جاري. وين شرق النيل؟ جاينك جاينك. شفت شرق النيل دي ما في، ما ولا تقعد فيها ولا ثواني، عندك حاجة لقط لقط سرعة سرعة بسرعة بسرعة واطلع أبقى مالك. جاينك جاينك والله، نفس ما في، ما في نفس ولا في مجال أنك تقعد يوم في يومين. السلام عليكم شباب السوداني، مساء الخير مساء السعادة. إن شاء الله كده أي زول محل القاعد بالوقت اللي أنت قاعد، فبديكم مساء الخير مساء السعادة. إن شاء الله ربنا يحفظكم يا رب العالمين. خلونا أبركم أيضا نرسل رسالة مهمة جدا لكل أفراد أو لكل أسرة سودانية فقدت فرد من أفراد العائلة. ربنا يرحم شهداءكم وشهدانا وأوضح ميدا للمفقودين وشفاء عاجل للجرحى والمصابين. الملخص بتاع الانتصارات الحقق قوات المسلح والقوة المشتركة في كافة المحاور، سواء كان في خربن الحبيب أو في الوسط أو حتى في الجزيرة. فالحمد لله الشعب السوداني دعواته شبه استجابت، ودائما ربنا هو ما بظلم المظلوم، خلما الظالم مكسور دائما يعني. والحمد لله الآن ربنا نصر قواتنا المسلحة ونصر الشعب السوداني ونصر القوى المشتركة ونصر كل إنسان الآن عنده قضية أو قلبه على السودان، عنده ذرة وطنية، إنسان عنده خيرة لوطنه. فإن شاء الله ربنا نجحنا، أدانا قوة صبر وتحمل. قواتنا المسلحة الآن انتصرت في محاور كثيرة جدا، وده إن ضل يدل على ثبات الجندي السوداني، وإن ضل يدل على التكتيك والمهارات بتاع الجندي السوداني. إن شاء الله ربنا ينصرهم، ربنا يصبرهم، ربنا يديم قوة التحمل علشان يقدروا يستسيلوا أو يعملوا عملية استسال للميليشيا الآن الموجود في بيوت المواطنين. وما الجيش براه يقدر يعمل الكلام ده، لكن الشعب السوداني والجيش الآن صرنا كتلة واحدة، لأنه القضية هي قضية وطن. فواجب علينا نحن كمواطنين سودانيين أحرار بهمنا أمر الوطن، فوجب علينا أن نقف خلف قواتنا المسلحة وندعم بكل ما نملك، ووجب علينا أن نقف خلف القوة المشتركة وندعم بكل ما نملك، لأنه صراحة القضية هي قضية مصيرية، قضية وطن. فوجب على كل إنسان سوداني الآن هو حمه على الوطن أن يقف مع قواته المسلحة ويدعم بكل ما يملك. الدعم طبعا مختلف، فأي إنسان بشوف الطريقة اللي هي يقدر يدعم به أو هو يقدر يدعم به. فالدعوات والصلوات مطلوبة من كل أسرة سودانية ومن كل فرد سوداني، أكثر من الدعاء على قواتنا المسلحة والقوى المشتركة في الفاشر. وسوف ننتصر بإذن الله في هذه المعركة، والميليشيا كلهم أصبحوا حاربين الآن يعني. فالناس تحاول تكسر من السلام، الناس تحاول تقيف مع بعض، الناس تحاول تقدم البسيط علشان نقدر ننتصر في هذه المعركة. فإذا وصلت لحد هنا اشترك واجب وطني، اشتراكك في القناة واجب وطني، علشان عن خلالك أو من طريقك أنت ممكن الفيديو تصل لأكبر عدد من الناس ممكن. فإن شاء الله نصر من حليف قواتنا المسلحة، نصر من حليف قوى المشتركة، نصر من حليف الشعب السوداني. دمتم ودام سوداننا بألف خير، محباتي لكم وألف سلامة.